نظم الحزب الشيوعي جنوب النيل الأبيض ليلة سياسية حول الراهن السياسي. وأكد عضو اللجنة المركزية للحزب صدق كبلو أن ثورة ديسمبر حققت التغيير الداخلي للإنسان السوداني، ودعا لجان المقاومة لحماية الثورة والعمل على تحقيق أهدافها. وتطرق كبلو للتخريب والدمار الذي لحق بكافة مقدرات الدولة، وقال إن إصلاحها يتم عبر مراجعة مؤسساتها وإعادة سلطاتها وإحكام التنسيق بينها. وأضاف أن معالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد تتطلب إصلاح النظام المصرفي والتجارة الخارجية بتحديد الواردات والاستفادة من عائد الصادرات في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن السلام الشامل والعادل لا يتحقق إلا عبر مؤتمر شامل للسلام يتناول جذور القضايا. ودعا قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأبيض لوضع برنامج تنموي شامل يتوافق مع الإمكانيات التي تتمتع بها. يعني نحن العمل السياسي عندنا إنه القضايا لا تمسك في الخرطوم، تمسك في كل منطقة بحدها عشان تتطور المنطقة وتوضع أجندتها الصحيحة. للأسف الشديد أنا ما عايز أحبط المستمعين اللي من النيل الأبيض موجودين في بيستمعوا لي في حتات بعيدة، أنا وداخل إلى النيل الأبيض اليوم شعرت بحزن عميق جدا. شارع الخرطوم كوستي متدهور،